لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لم تصدق كيف أصبحت ليلى عدنان طفلة مسلسل كبير أوي سو المعروفة منذ زمن طويل الذي يعرفها الجماهير من مسلسل كبير الذي كان يعرض دائما منذ أجزائه. سنعرض لكم بعض المعلومات عنها. من مواليد 14 مارس عام 2000 شاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009، ثم شاركت في مسلسل شارع عبد العزيز عام 2011، وقدمت في المسلسل الكبير أوي الجزء الثاني دور سو. ظهرت في الكبير أوي بدور الطفلة المتمردة المشاكسة، متابعة على انستغرام 62,000 شخصا، استطار فني 16 عملا دراميا في عام 2019. شاركت بمسلسلا بلا دليل وشبر مية، شاركت في فيلمين فقط هم بنات العم ونوارة. شاركت في مسلسل شارع عبد العزيز 2011، تواجدت في تجارب فنية نجاح مسلسل قلوب على كف عفريت وشريط الأحمر وبنات خارقات بنات سوبرمان. كانت آخر تجربها الفنية مسلسل حي سيدة زينب عام 2021، حيث انصدم الجميع منها بعد التغير الكبير الذي حدث لها، حيث أنها الآن تزوجت وأيضا حامل من زوجها، حيث أن الزمن غير جميع ملامحها وانصدم الجميع واي صورة لها عبر موقع انستغرام تخرج الى الترند بسبب تغير الملامح الكبير، حيث ان سو من اشهر الاطفال الذين ظهروا في مسلسل كبير ولقوا اعجابا كبيرا. اللهم احفظها واحفظ كل ابطال المسلسل الكبير واحفظ زوجها وابنها. اللهم امين يا رب العالمين.